ناس كتيرة قوي بتسأل إن الأرقام اللي بنسمعها مع الأسامي اللي بنسمعها ما شفناش حاجة، يعني من أيام أجوجو رقم كبير جدا ما لعبش 5 دقايق، يعني تمام. يعني ما لعبش بالفلوس دي. أبو طيب، مش عارف مين، شمبونج. يعني خليني أقول لك حاجة برضو، خليني أقول لك اختيار اللاعبين في نادي الزمالك في وقت معين وفي وقت الإدارة السابقة هو اختيار غير موضوعي. بس دي إيجارات صح. غير موضوعي، ده نمرة واحد. وفي نفس الوقت من يعني من أطراف ممكن ما يبقاش عندهم يعني هو اختيار فردي في كل الأحوال، دايما كان بيبقى اختيار فردي. مش النهاردة أن في لجنة أو في خبراء أو في ناس بترشح لك فأنت بتاخد الكلام ده. ديك مثال بسيط جدا، خالد بوطيب احنا اشتريناه من نادي اسمه مالاتايا سبورت، نادي الزمالك اشتراه من نادي مالاتايا سبورت في يناير 2019 ب1,500,000 دولار، 1,500,000 يورو انا اسف. هو ده الانتقال الوحيد اللي كان بمقابل في تاريخ خالد بوطيب كله، يعني المره الوحيده اللي خالد بوطيب انتقل فيها من نادي لنادي كان انتقاله نادي الزمالك بمقابل 1,500,000 يورو. تاريخه كله انتقالات بدون مقابل. نادي الزمالك عمل عقد لخالد بوطيب في 2019 لمدة 3.5 سنين ب4.5 مليون يورو. خالد بوطيب بعد ما حصل يعني انتهى العقد أو نادي الزمالك فسخ العقد مع اللاعب، اتعاقد مع نادي اسمه لوهافر في فرنسا، كان بياخد راتب شهري 18,000 يورو، في حين انه كان بياخد في نادي الزمالك في السنة 1,300,000 يورو، يعني حوالي 100,000 يورو في الشهر. فبرضو قصة التعاقدات وقصة الأرقام وقصة إن أنت النهاردة الاختيار، الحقيقة إحنا أو النادي ما كانش متوافق فيها على مدار سنين طويلة جدا. والدليل على كده إيه؟ إن أنت بتختار لعيب ورحلته مع النادي بتبقى قصيرة جدا. ففي الآخر وفي الأول الاختيار ده ما أعتقدش برضو إن في وجود المجلس اللي يعني اللي موجود دلوقتي هنختار بنفس الطريقة. أكيد هنختار بطريقة تانية. وزي ما قلت لحضرتك احنا للاسف الشديد النادي ما تعلمش من 14 قضيه واربعه، نفس السيناريو نفس السياق نفس المسار في 14 قضيه. حملت النادي غرامات كتير جدا، حملت النادي التزامات ماليه كبيره جدا، وفي نفس الوقت ما وصلناش نتيجه. يعني انا ممكن اغلط في قضيه، ممكن اغلط في اثنين، بس اني اغلط في 14 قضيه ويبقى نفس المسار ونفس السياق ده بيبقى حاجه غلط. حضرتك ضد الارقام المبالغ فيها من ناحية ايه يعني؟ لعيبة طبعا 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 مهما كان حجم لعيب. ما هو خلي بال حضرتك معلش، هو يعني من وجهة نظري برضو، ده وجهة نظر يعني وجهة نظر شخصية، يعني اللعيبة في مصر مش مفيش فروقات كبيرة قوي. يعني اللعيبة في مصر مفيش فروقات كبيرة قوي تقدر تقول ايه. طبعا في لعيبة نجوم وفي لعيبة، انا بالنسبة لي انا بتكلم على رأيي انا شخصي، مثلا انا بشوف ان زيزو ده لعيب في عنده في مكانة تانية، بشوف عبد الله السعيد لعيب حاجة في مكانة تانية. بعد كده في الوقت الحالي يعني مفيش فروقات كبيرة قوي، ده من وجهة نظري. الكبير قوي ياخد كام في مصر من وجهة نظر حضرتك؟ برضو خلي بالك انا يعني مش هقدر اقول رقم، ولكن يعني من الارقام المتداولة اللي انا بقراها، انا ما شفتش بقى يعني عقود لعيبة، بس من الارقام المتداولة طبعا في مبالغة شديدة ومفيش سبب للقصة دي. يعني في الاخر وفي الاول احنا حضرنا العفريت ومش عارفين نصرفه. يعني حضرتك شايف ان العفريت ياخد كام؟ يعني لو انا بتكلم النهارده، يعني لو انا بتكلم النهارده في ممكن نتكلم لعيبه في مصر ومستوى الدوري ومستوى الايرادات ومستوى، بتكلم بقى على الاندستري كلها، على الصناعه كلها. تالي لعيبه في حدود من 500,000 دولار ل 700,000 دولار، ده يعني ممكن يبقى هو ده الرقم، ده سوبر ستار، ده الماكسيمم. يعني وجهه نظري يعني لو المجلس عرض لحضرتك مثلا ان فتوح ياخد 100 مليون جنيه في 3 سنين، هل ده بص برضه ما تدخلنيش في قصه فتوح هياخد كام، لان احنا مش عارفين لسه. انا ما عنديش معلومه ان فتوح هياخد كام ولا انما اللي انا اقدر اكده ايه، احنا عندنا رغبه شديده ان فتوح يبقى موجود. انا مش ده سؤالي والله. لا انا قصدي عندنا رغبه شديده. لسه ما دخلتش حضرتك في حاجه. طيب ماشي. انا بس بقول لك عندنا رغبه شديده ان فتوح يبقى موجود ان شاء الله باذن الله يبقى موجود. الرغبه دي لازم يقابلها ايه؟ رغبه ان اللاعب كمان يبقى عايز يكون صح. فهو اي اتفاق لازم موافقه الطرفين صح. الطرف يعني من ناحيه النادي عنده رغبه وطرف اللاعب عنده رغبه صح. انا مش هقدر اقيم فتوح ولا اقول يستاخد 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون، ما اقدرش. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك اكيد احنا عندنا سقف بنتكلم فيه،
السقف ده هندرسه وهنعرضه على العالم. اشرح السؤال بشكل اهدى منك. اتفضل. ان شاء الله باذن الله فتوح يجدد. تمام. ان شاء الله دي رغبته. تمام. ورغبه الزمالك ويلتقوا في نقطه. تمام. انا بتكلم في موضوع تاني خالص. بتكلم ان حضرتك واحد من 12 واحد دلوقتي موجود على الترابيزه. تمام. رقم 100 مليون جنيه لو انا بتكلم افتراضي يعني مش حاجه اللي بيحكمني يا كابتن سيف كمان مواردي شكلها عامل ازاي. انا النهارده مش عايز اقع في فخ ان انا النهارده اتفق مع لعيب وما اعرفش ادفع له فلوسه. مهم جدا جدا بس جدا بس حضرتك قلت من شويه ان في ارقام مبالغ فيها، ممكن حضرتك قدام النجوميه تتغاضى عن الارقام المبالغ فيها؟ تاني اللي هيحكمني جدا 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 انا مواردي شكلها عامل ازاي. انا مش عايز اقع في مشكله ان انا اتعاقد مع لعيبه وما اديهاش فلوسها. اما ما اقدرش اقول اللعيب تعالى هديك 100 مليون جنيه وما ياخدش ولا مليم. طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ اتفضل. 100 مليون ده رقم طبيعي؟ بص انا ما يتقليش ان ده رقم طبيعي، يعني ما يتقليش ان رقم طبيعي في الاخر وفي الاول المردود ايه برضو ده مهم جدا. اللعيبه اللي عندي دي سواء كان في نادي الزمالك او اي نادي اخر بتوصلني لغايه فين؟ والصناعه دي بتعمل ايه؟ هل الصناعه دي بتكسبني ولا بتخسرني؟ وبتخسرني لغايه فين؟ اكيد بتخسرك. طيب لغايه فين بقى؟ ما لازم اقف في حته صح؟ ولازم اشوف النهارده انا مواردي شكلها عامل ازاي. معلش هو قصه ان انا اتعاقد مع لعيب بمبلغ مبالغ فيه وما اقدرش ادفع له فلوسه، انا بالنسبه لي ده كابوس. يعني مش هعرف اخلص. انت بالنسبه لحضرتك اللعيب اللي بياخد 30 مليون جنيه في السنه ده رقم مفزع. انا بالنسبه للدوري في مصر هو رقم مفزع طبعا. بالنسبة للدوري في مصر حتى لو كان الاسم كبير، حتى لو الاسم زيزو فتوح، ما هو تاني معلش المردود ايه في الاخر؟ المهم انا النهارده هصرف على الكوره صح؟ وهصرف على لعيبه تانيه زي فتوح وزي زيزو، في الاخر المردود ايه؟ لو انا النهارده عندي مردود اقتصادي لازم كمان يبقى قرار فني وقرار اقتصادي. ما انا ما اقدرش النهارده حضرتك ايه موارد النادي ما تسعفنيش واروح اتفق مع لعيب ب 100 مليون و150 مليون مش عارف ادفع. يبقى لازم يبقى امنه. انت حضرتك عايز تعمل سقف في الزمالك. بص الدنيا كلها يا فندم معلش في حاجه اسمها بروفايلنج. يعني ايه بروفايلنج؟ يعني في لعيب حضرتك بتجيب كده لعيب مثلا، انا هدي مثال طارق حامد لعيب في نادي الزمالك كان بروفايل تقدر تبني عليه اللعيبه حواليه تتقيم ازاي. ليه؟ لان طارق حامد لعيب بيشارك في كل المباريات، لعيب دولي، لعيب مؤثر، تقدر تبني عليه وتقول والله لما انا عايز ادي طارق حامد لو هو ده الموديل بتاعي يبقى انا اللعيبه اللي حوالين طارق اللي هي قدراتها بتختلف باقل شويه يبقى انا هقدر اوصل لبروفايلنج معين لكل اللعيبه بتاعتي. خلي بال حضرتك ده موجود في الدنيا كلها. صح. يعني النهارده اللعيب سنه قد ايه؟ الكوميرشال رايتس بتاعته شكلها عامله ازاي؟ مركزه فيش ايه؟ فيش واحد على وجه الارض يقدر يقول لحضرتك انك بتقول حرف غلط. تمام. وحضرتك راجل بتتكلم بشكل مرتب وشكل متعلم وشكل مثقف وشكل رائع. تمام. بس هو السؤال اللي الناس بتتفرج علينا دلوقتي ده تقدر حضرتك تطبقه على الواقع؟ ما هو يعني حضرتك تخش اوضه مع لعيب يقول لك انا جاي لي عقد من النادي الفلاني بكذا مش هتديه له؟ ما هو تاني يا فندم زي ما قلت لحضرتك برضو حضرتك ايه هو الموضوع كله هقدر ادفع له ولا مش هقدر ادفع له؟ ده مهم. ما انا زي ما قلت لحضرتك انا احنا كنا او النادي كان بيعمل ايه؟ النادي كان بيمضي مع لعيبه صح؟ وبعدين؟ ما بيقدرش يدفع. لا طب نعمل ايه بقى؟ ما حضرتك معلش التوابع ايه؟ التوابع ان انا لعيبه ما بتاخدش فلوسها، اللعيبه بتشتكي، اللعيبه ما بتاديش زي ما المفروض تادي، اللعيبه مش مستريحه، اللعيبه مش مستقره. هل احنا مش عايزين نخرج من الفورمولا دي؟ انا بقول ان احنا لازم نخرج من الفورمولا دي او لازم نخرج من الايه؟ من الشكل ده علشان نقدر النهارده نخلي اللعيب عنده قدره على التركيز يبقى بيعمل شغلته وهو مبسوط وراضي. صح. غير كده صعب. معلش انا بكرر تجربه قبل كده احنا شفناها ما وصلناش فيها النتيجه على فكره.